في ديفينيشن طلع في 2016 اخر جايدلاينز نزلت هارت فيلير، بيشرح لنا يعني ايه هارت فيلير، مين العيان اللي انا هقول عليه ده عنده هارت فيلير ولا لا. هو كلينيكال سيندروم كاركترايزد باي اهم حاجه تيبيكال سيمبتومز، يعني العيان بيشتكي من بريستلسنس او انكل اديما او فاتيج. الحقيقه ويز اور ويزاوت ساينز، بمعنى لو جه عيان عنده هارت فيلير بس هو كومبنسيتد وما عندوش فلويد اوفرلود هتلاقي الجي في بي بتاعه نورمال مفيش بارمونري كونجشن، فممكن تكشف انت على عيان هارت فيلير ما فيش سايز اوف فوليوم اوفرلود، ده مش معناه ما عندوش هارت فيلير، هو كرونيك هارت فيلير ما عندوش اكيوت هارت فيلير، لكن طالما في سيمبتومز بريستلسنس وانكل اديما وفاتيج مع وجود ستراكشرال او فانكشنال كارديك ابنورماليتي يبقى عنده هارت فيلير. فانكشنال ابنورماليتي زي يعني عنده هاف باث، الهاف باث اللي هو هارت فيلير ويز بريزرف ديجكشن فراكشن، خلاص ده محاضره ثانيه غير بتاعتي. او ستراكشرال ابنورماليتي اللي هو الهاف باث اللي هو هارت فيلير ويز ريديوس ديجكشن فراكشن. اللي تشينجز ايه؟ طالما بتعمل لي لو كارديك اوتبوت بتعمل الليفيتد فينس بريشر سواء بالمونري فينس كونجشن او سيستم فينس كونجشن والقصة دي عاملة عين سيمتومز يبقى عنده سيندروم اوف هارت فيلير. اوكي لما نيجي نتكلم على تريتمنت هارت فيلير سواء في الكلينيكال براكتس او في اجابة سؤال في الامتحان لازم تفلفل اغلب الايتمز دي. دايما لما دايما لما تيجي تسال في الامتحان انا عنده هارت فيلير ويز ديوز ديجكشن فراكشن تيجي تتكلم تبدا تقول اه هاتي له ايس انهبيتورز هاتي له بيتا بلوكرز مش هو ده الكلام. الكلام اللي انا ببدا من اول ما بقعد مع العيان بيشنت ايدوكيشن، العيان هياكل ايه؟ هيشرب ايه؟ ايه المجهود اللي هيعمله؟ ايه الادويه اللي ممنوع ياخدها؟ لو في ميل هينفع تبقى بريجننت ولا لا؟ ايه الفاكسينيشنز؟ الحاجات دي مهمه جدا. تاني حاجه ريسك فاكتورز، اعالج العيان ده دايبيتك يبقى لازم اعمل كنترول اوف دايبيتس، لازم اعمل تريتمنت اوف هايبر تنشن، كنترول اوف ديسليبيديميا. وبعد كده اخش على الفارماكولوجيكال تريتمنت اللي هي بتاعت الهارت فيلير. في حاجه ثانيه وده بتشوفه برضه في كلينيكال براكتس ان اغلب عيانين الهارت فيلير عندهم كوموربيديتيز، عنده دايابيتس، عنده بروستاتوماجلي، عنده برونكيال ازمه، الحاجات دي كلها ياخد لها ادويه ممكن تنتراكت مع الادويه بتاعتنا او ممكن حاجه في الادويه بتاعتنا ما ينفعش ياخدها. فالقصه دي مهمه جدا. وفي كوموربيديتيز ممكن تاثر على الهارت فيلير زي الانيميا. الانيميا لازم تتعالج ان هي ليها بروجنوستيك افكت على هارت فيلير. كمان حاجه النون سيرجيكال ديفايس ثيرابي زي السي ار تي او الاي سي دي، واخيرا السيرجيكال تريتمنت. ده لو انا عندي عيان عنده هارت فيلير، لكن في ايتم فوق خالص بيقول ديلينج اور بريفنتنج ذا ديفلوبمنت اوف هارت فيلير، يعني ممكن العيان ده هو بس جاله مايكارديك انفاركشن لكن ما عندوش هارت فيلير. يبقى انا الشخص ده انا عايز امنعه في المستقبل يجيله هارت فيلير. وده فكر بدا يظهر في الجايد لاينز من بدايه من اخر جايد لاينز بتاعت 2016 بقى ايتم لوحده، يعني ايه العيان انا بريفنت او ديلي ذا اونست اوف هارت فيلير. خلاص ودي اول نقطه هنتكلم عليها دلوقتي. الامريكان كلاسيفيكيشن بتاعت الهارت فيلير مقسمينه فور ستيجز اي بي سي دي. ايه اللي هو تحت خالص؟ ده عام ما عندوش اي حاجه الا هو عنده ريسك فاكتور ممكن يخليه يجيله هارت فيلير. يعني عيان عنده هايبرتنشن، يعني عنده دايابيتس، عيان سكيميك، عيان عنده ديسليبيديميا، اي حاجه تخليه ممكن ات ريسك انه يجيله هارت فيلير. ستيج بي هو عيان عنده اي سيمتوماتيك هارت فيلير، بمعنى عيان جاله مايكارديك انفاركشن او عنده الفيلس فانكشن شفته مثلا باي كوينسنس في الايكو او جاله انفاركشن ولكن هو ما بيشتكيش من سيمتومز هارت فيلير، ما عندوش بريسنسس ولا عنده انكل اديما ولا حاجه. ده اسمه ستيج بي. خلاص المجموعتين اي او بي دول لما انا بعالجهم انا بعالج عيان اي سيمتوماتيك هارت فيلير. اوكي بمنعه ان هو يخش في هارت فيلير. سيمتوماتيك هارت فيلير هي بدايه من ستيج سي، عيان عنده ستراكشر هارت ديزيز وبدا يشتكي من شورتنس اوف بريس، بدا يشتكي من انكل اديما وهكذا. ستيج دي هي المرحله الاخيره، هي الاند ستيج هارت فيلير، عيان بياخد ميديكال تريتمنت ولكن ما بيتحسنش عليه. اوكي
خلاص يبقى هنقول تاني عشان الشباب اللي كانوا بره. الهارت فيلير الامريكان اسوشيشن بيقسمه لاربع ستيجز، ستيج اي بي سي دي. ستيج اي يعني واحد عنده ريسك فاكتور ان يجيله هارت فيلير، واحد عنده ان شاء الله بنوصل لهناك. طيب بي عنده اسيمبتوماتيك هارت فيلير، سي سيمبتوماتيك هارت فيلير، ودي اند ستيج. يبقى انا اول ايتم اللي بنتكلم عليه اللي هو delaying or preventing the development of heart failure. يبقى انا بتعامل مع شخص يا اما في ستيج ايه عنده ريسك فاكتور او عنده اسيمبتوماتيك هارت فيلير. فلو هو عنده ريسك فاكتور انا بعمل موديفاينج للريسك فاكتور، او لو هو عنده اسيمبتوماتيك ديس فانكشن انا بحميه ان هو يخش في السيندروم اوف هارت فيلير. دي جايدلاينز 2016 في الايتم الاولاني هو delaying or preventing the development of heart failure treatment of hypertension the class 1 is recommended to prevent or delay the onset of heart failure. نفس الكلام برضو بالنسبه لل سواء عنده سليبيديميك او عنده اسكيميا، treatment with statins برضو class 1 to delay. Treatment with statins is recommended in patient with or at high risk of coronary artery disease whether or not they have LV systolic dysfunction. يعني سواء في systolic dysfunction لو هنسميه ستيج بي او مفيش لو ستيج اي، ياخد statins عشان اخر او امنع حدوث heart failure. خلاص. تالت حاجه counseling or treatment for smoking cessation or alcohol intake برضو will prevent or delay the onset of heart failure. نقطة بقى المهمة جدا empagliflozin هنقوله دلوقتي بالتفصيل should be considered in treatment of type 2 diabetes in order to prevent or delay the onset of heart failure. يعني empagliflozin ده انتوا عارفين ان هو صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيتور، عارفينه ولا نشرحه؟ بس واحد ليه؟ اللي هو الجارديانز ده بتاع جارديانز empagliflozin، هو فورسيجا اللي هو ده empagliflozin. في كمان اللي هو الاميليتور فيكس بتاع ده معايا بيت فورم. بس برضه يبقى في فلوس. الامبيرلي فلوزن اشتغل ازاي؟ برضه مطلعين الجارديانز طلعوا عشان جاردي معاه الفلوس. الامبيرلي فلوزن ده بي انهبيتر للكوترانسبورتر الموجود في بروكسيمال كونفوليوتد تيوب. الكوترانسبورتر ده بيعمل ري ابتيك للجلوكوز والصوديوم وبالتالي الووتر. خلاص. لو انا بعمل انهبيشن الابتيك بتاع الصوديوم والجلوكوز بعمل جلوكوزوريا وبعمل دايوريسيس. خلاص. بداوا هم عملوا ستادي اسمها امباريك اوتكم، دي كانت في 2016. دي كسرت الدنيا، جابوا عيانين عندهم دايابيتس وات ريسك اوف هارت فيلر، يعني عين دايابيتك وسكيميك، عين دايابيتس اون كنترول دايت، وادوهم الامباجليفلوزين. خلاص. لقوا ان الامباجليفلوزين عمل 38% ريدكشن ان فروم ديث فروم كارديوفاسكولار كوز. اوكي. بس الفانكشن من 50 هما في الكرايتيريا بتاع العين دول. بعد ده فرق بين الستادي دي وال بتاعت الدفع اتش اف. هنا عينين هما دايابيتك ات هاي ريسك اوف كارديوفاسكولار ديزيز، مش عين هارت فيلر. خلاص. وده فروم اني كوز قل ب 32% والهوسبيتاليزيشن بارت فيلير قل 35%. خلاص. وبالتالي ظهر ريكومنديشن لو اي عيان دايابيتك وعنده ريسك اوف ديفلوبينج اوف كورونري ارت ديزيز او هارت فيلير، او عيان دايابيتك وعنده هارت فيلير يو شود يوز امباجليفلوزين. خلاص. الغريب بقى واللي هو يعني كان برضو مكسر الدنيا السنه دي الدباجليفلوزين. الدباجليفلوزين بيشتغل بنفس الطريقه. عملوا استادي اسمها دابا اتش اف. ما اختاروش العيان يكونوا دايركت، هم اختاروا ناس عندهم هارت فيلير ويز ريدوس ايجنت فانكشن. اوكي؟ ودوهم دباجليفلوزين. وذر العيان ده دايابيتك او مش دايابيتك. خلاص؟ لقوا ان حصل ديكريز في ورستنج هارت فيلير ايفنتس وديكريز في كارديوفاسكولار ديث. يعني امبروفمنت اوف سيمتومز وديكريز في المورتاليتي. ولما جم قارنوا هل الدباجليفلوزين هيفيد العيانين، لقوا ان الاستفاده في الدايابيتك ونون دايابيتك جامده. يعني لو عيان مش دايابيتك
واخد ده بابلي فلوز وهو عنده هارت فيلير ويز ريدوس ايج انفكشن، ده بتحسن المورتاليتي وبتحسن سيمبتومز. اوكي الكلام ده مهم جدا. لا الفكره الفيديو كلام ما بتدخلش في هايبوجلايسيميا. ليه؟ لان انت كده كده عندك حاجه اسمها رينال ثريشولد. يعني ايه؟ يعني مش اي كميه جلوكوز هتعدي في البروتين كومبليتد تيبيولز، صح؟ لازم توصل رينال ثريشولد علشان الجلوكوز يعدي يوصل البروتين كومبليتد تيبيولز. فالجلوكوز هو معدي رينال ثريشولد اللي هو الزياده في جسم العيان، هو اللي هيحصل له جلوكوزوريا. انت ما بتاخدش جلوكوز من الدم. طب لو بيشنت مثلا اوفر ايج ودايبيتك والهيموجلوبين بتاعه 8.5 مثلا، ومش كنترول دايبيتس، ومش يعني ده لو انا يعني ازود التريتمنت يعني بالانسولين ولا ممكن اديله ده؟ دي بقى الخناقه اللي هي مزعله الناس بتوع السكر. هما دلوقتي في الجايد لاينز بتاعت 2019 الانسولين ريكومنديشن بتاعت في تريتمنت الدايبيتس في عيان كاردياك قلب، والمجموعه دي هي اللي زادت. وهم بيكلموا يعني حد في اي سي كانوا عاملين يتكلموا ان الانسولين ده بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن وفيري سترونج سولت اند ووتر ريتينر زي ما كنا بنقول استخدام الانسولين. ف مين هاي ريكومند في عيانين دايابيتك وعندهم هارت فيلير مثلا؟ سوديوم جلوكوز ترانسبورتر. اوكي شرط الاستراتيجي ان هو يشغل ريت ما يكونش اقل، يعني ما يكونش اقل من 30. ده كان الكلينس ما كانش اقل من، ده كان الكلينس كرايتيريا او الاكسكلوجن كرايتيريا اللي الناس عندهم. بص ما بقاش دلوقتي الموضه ان انت تخش تتسال في هارت فيلير هيسالك على الايس والاربز وخلاص الدنيا بدات تتغير. يعني الكلام ده انا في 2017 لما كنت بمتحن كان لما بنتكلم عن انتاج الفروزن ده يعني اللي هو الطالب الجامد قوي اللي بيخش يتكلم عن الحاجات دي، لكن ده خلاص بقى ستاندرد. يعني مفيش حد فيكم هيخش امتحان مش هيتسال. حاجه ثانيه بخيط الدين عيال الدر اللي عنده هايبوفوليميا اكيد عشان بيعمل دايجيسيس، وحتى لو عنده هارت فيلير وبياخده بيتقلل الجزء ده خلاص. فمعلش انا عارف ده دواء سكر وكده، لكن ده مهم جدا مهم جدا جدا جدا. الاي اس سي اللي فاتت يعني كل الهولز كانت بتتكلم على الدايبيتس لان يعني مش مؤتمر كارديولوجي. من اهم حاجات في التريتمنت هارت فيلير السوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 والارني اللي هو السيكو بتريك بارز ده مهم جدا، والديفايس سيركت ده بنتكلم يعني اكزام وايز. الحاجات دي مهمه جدا. الحاجات الستاندرد اللي احنا عارفينها من زمان الايس والاربز والبيتا بلوكرز الكلام ده طبعا مهم، بس يعني خلاص يعني تهرس. نرجع تاني مرجعنا، حد عايز يسأل حاجة في السوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2؟ انتاج الفروزن وده بقى انتاج الفروزن. نرجع تاني مرجعنا delaying or preventing the development of overheart failure. الـ ACE inhibitors is recommended in treatment of asymptomatic LV dysfunction with history of myocardial infarction. يعني جاله myocardial infarction وجاله LV dysfunction you should use ACE inhibitors في treatment بتاعته عشان تمنع ريموديلنج او تعمل ريفرس ريموديلنج وبالتالي عم يخشش في هارت فيلير. ودي يعني معلومه احنا عارفينها من زمان في اواخر الثمانينات ستادي اسمها السيف. السيف ستادي دي اتعملت على الكابتوبريل وجابوا في السب ستادي يعني شافوا العيانين اللي هم عندهم ال في دايلاتيشن يعني عندهم ستراكشر ابدرمانيتي في هارت بوست ام اي. لو الناس اللي اخذوا كابتوبريل حصل لهم 19% ريدكشن اول كوز مورتاليتي و 22% ريدكشن مارت فيلير هوسبيتاليزيشن كومبيرد للبلاسيبو. فاي عيان مثلا جاله انتيريور مايوكارديال انفاركشن فانكشن بتاعته بقت امبير بس ما بيشفيش من سيمبتومز هارت فيلير يو شود يوز ايس انهبيتر. كلاس بي بس ريكومنديشن كلاس 1. لا قصدي في الهارت فيلير بالنسبه للامريكان يعني. بي ستيج بي. السولفت برضه اتعملت على الانالابريل
ولقيت ان برضه نفس الكلام ان هم الناس اللي عندهم ستيج بي هارت فيلير ولقيت ان بتقلل المورتاليتي 14%. الحاجة الثانية برضو المهمة بيتا بلوكرز از ريكومندد ان بيشنت ويز سيمبتوماتيك الي في ديسفانكشن اند هيستوري اوف مايوكارديال انفاركشن ان اوردر تو بريفنت اور ديليز اوست اوف هارت فيلير اور برولونج لايف. يعني برضو لو في اي عيان عنده الي في ديسفانكشن سواء احنا بنتكلم عن اللي هم اسيمبتوماتيك انا عايز امنع ان يحصل هارت فيلير يو شود يوز بيتا بلوكرز. القصه دي برضو اتعمل لقيناها في السب اناليسيس بتاعت الناس اللي بالسيف ستادي. احنا السيف ستادي اتعملت على الناس اللي جابوا كابتوبريل لقوا ان اكتر المورتاليتي كانت اقل في الناس اللي اخذوا الكابتوبريل مع البيتا بلوكرز. دول كانوا المورتاليتي بتاعتهم 13.3% على عكس الناس اللي ما خدوش ولا ده ولا ده اعلى مورتاليتي. هما الثلاثة الأبروف فارق فيه الميكو بترول والبيسو بترول والكارديول هنقولهم احنا اللي شيبس. ودي برضو الافيدنس بتاعها حاجة اسمها كابريكون ستادي اتعملت على الكارديول برضو الناس بوست مايكارديال انفاركشن ستيج بي اللي هما مش سيمتوماتيك وكان الريسك ريدكشن اوف مورتاليتي كان 31%. نيجي للاي سي دي. الاي سي دي اتس كلاس 1 ان انت تركب اي سي دي العيان عنده ال في ديس فانكشن ريجكشن فراكشن اقل من 30% حتى لو هو نيجا كلاس 1. نيجا كلاس 1 يعني ان هو يعتبر اي سي كمان. اوكي ريجكشن فراكشن ليس ذان 30% يركب اي سي دي تو بريفنت سادن كارديك ديث. بس في حاجه بتؤخذ في الاعتبار لو عنده اسكيميك. اللي عنده اسكيميك لازم تعدي 40 يوم بعد الاكيوت اونست اوف مايوكارديال انفاركشن. ليه؟ بتدي فرصه للستاندنج ان هو يتحسن وتبدا تعيد الاسسمنت بتاعت الاجكشن فراكشن. الاجكشن فراكشن اتحسن خلاص العيان ده مش انديكيت. فالعيان النون اسكيميك لو هو اقل من 30 بتركب على طول. لكن الاسكيميك لو هو جاله ايفنت جاله مايوكارديال انفاركشن بتستنى 40 يوم وبعد كده تركب اي سي دي كبرايمري بريفنشن. طيب يبقى احنا اول نقطه خلصناها لما تيجي تعمل عيان هارت فيلير او عيان اتريسك هارت فيلير اول حاجه تفكر فيها تو ديلي او بريفنت الديفلوبمنت اوف هارت فيلير. الحاجه الثانيه البيشنت اديوكيشن. قبل ما اتكلم اي عيان في علاج ابدا فهمه ايه الحاجات اللي هياكلها ايه المجهود اللي هيعمله هيعيش حياته ازاي. افويد از ماتش از يو كان نون سترويدال كوكس انهيبيتورز. ليه؟ لان هو بيعملوا صوت اند ووتر ريتينشن ويزودوا الانسيدنس اوف اكيوت كيدني انجري في عيان اللي عندهم اوفر دايجنوستس. السولت ريستريكشن اغلب حاله هارت فيلر تديله من 2 ل 3 جرام بير دي. لو العيان عنده سيفير هارت فيلر او ريزيستنت اديما بتقلل الانتيك عن 2 جرام. هو من 2 ل 3 جرام دي بتقولها للعيان ازاي؟ معلقه معلقه صغيره. الحقيقه ده طبيعي ناتشرال يعني يحيق الاكل. يعني تقول مثلا زي ما تقول معلقه صغيره يحيق الاكل يا دوبك الاكل يتحيق. لكن يتحيق يبقى فيه ملح لكن ما ياكلش حاجه ملح. ده كده سيمبل يعني اصل اغلب العيانين مش هيفهموا الكوميونتي بتاعنا. طيب الفلويد ريستريكشن بتخلي البيشنت يشرب اقل من 2 لتر في حاله من 2 لو حصل له ديليوشن هايبوناتريميا الصوديوم اقل من 130 او عنده ريزيستنت اديما ديسبايت ان انت بتدي له لو سولت انتيك وبتدي له دايريتكس كويس. الكالوريك سبلمنتيشن والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم عشان الناس عندهم كارديك اشيكسيا. انتوا عارفين الناس اللي عندهم هارت فيلير ويز ريدوس اجكشن فراكشن بيحصل لهم الليفيشن اوف ليفلز اوف تي ان اف هيومن نيكروز فاكتور ده بيؤدي الى كارديك اشيكسيا. فلازم تطمن ان هو بياخد كالوريك انتيك كويس. ويت لوس وكارديك ريهابيليتيشن بروجرامز وفي كام واحد هنا بيبعت عشان يعمل كارديك ريهاب. حد جرب قبل كده؟ ما بيرضوش يروحوا؟ الحقيقه بتفرق يعني انا من الاكسبيرينس بتاعتي بتفرق الحقيقه. في ستادي اسمها اتش اف اكشن ترايل لقوا ان الناس اللي عندهم هارت فيلير ويز ريديوس اجكشن فراكشن وبيخشوا في الريهاب بروجرام بيحصل ريدكشن اول كوز مورتاليتي وكارديو فاسكيو مورتاليتي وهوسبيتاليزيشن. فالحقيقه مهمه يعني. وانت اهم حاجه قبل ما تبعت لعيان الريهابيليتيشن تاكد ان هو ما عندوش حاجه اسكيميا تتصلح يعني مش مثلا عنده
مالتي فيسل او في فيسل مش عملش يعني كومبليت فاسكولاريزيشن بتروح بعد ده تعرضه لسكيميا اثناء الاكسرسايز، لكن هو كل حاجه متصلحه ابعاده فعلا بيتحسن، حتى العيان عندهم دايت مورفي يحسنوا سيمبل مايز والمورتاليتي. نيميوكوكال وانفلونزا فاكسينيشن عشان عارفين ان هم اكثر عرضه للتشست انفكشن عشان البارامونري كونجشن، والبيامور اجريسيف وممكن ندخله في ديكومبنسيشن. اخيرا الفيميل، اي فيميل اجكشن فراكشن ليس ذان 30 اتس كونترا انديكيتد تو جت بريجننت از دبليو اتش او بلس 4 خلاص. برضه في البريجننسي انت بتادفايز ولكن بدون فورس، انت بتدي ادفايز للبيشنت ان انت مش المفروض تحمل، او لو هي حملت اتس باتر ان هي تعمل ابورشن كادفايز، لكن لو ركبت ديفايس مثلا سي ار تي مفيش استادي اتعملت ان عيانه تركب سي ار تي فالحامل يبقى البروز ده احسن، مفيش حاجه قرنت يعني. بس هو ان جنرال اي عيانه ايجكشن فراكشن ليس ذان 30 سواء مركبه ديفايس او مش مركبه ديفايس، الريسك اوف مورتاليتي اثناء الولاده وبعد الولاده او عامه من السكند تريمستر وانت طالع. تالت حاجه تريتمنت اوف ريسك فاكتورز، هو عادي من يعني لو جالك كيس في الامتحان هتشوف ايه الحاجات اللي عند العيان في ريسك فاكتورز تبدا تعالجها. يعني هو في الامتحان غالبا بيجيب لك مثلا عيان دايابيتك هايبرتنسيف ومثلا عنده ايجكشن فراكشن 30 وجايب لي كومبنسيشن تعمل ايه؟ فهتقول بقى كل حاجه، اول حاجه البيشنت اديوكيشن كذا كذا كذا، هعالج الريسك فاكتورز عندك واشوف ايه الريسك فاكتورز هو مديها لك وتبدا تعالج، هعمل كنترول هايبرتنشن دايابيتس ديستريميا لو في سليب ديس اوردر في سيرو ديز هعالج، بعد كده اخش على الفارماكولوجي. هنا هنبدا الفارماكولوجيكال تريتمنت. اي عيان عنده هارت فيلير ويز ريدوسد ايجكشن فراكشن هنبدا معاه بحاجتين، ايس انهبيترز وبيتا بلوكرز. خلاص لما نبدا ايس انهبيترز وبيتا بلوكرز كلنا عارفين بنبدا بسمول دوز ونأكتر تريت جراد. خلاص لو العيان اتحسن خلاص فولو اب، لو العيان ما اتحسنش والايجكشن فراكشن ليس ذان 35 نحط حاجه ثالثه اللي هي مينرالوكورتيكويد انتاجونست بس سبيرولاكتون او ادرينال. اتحسن خلاص، ما اتحسنش ابدا الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه دي ممكن تعمل الثلاثه مع بعض على حسب العيان محتاج ايه. اول حاجه يمكن ريبليس الايس او الاربس بالارني سيكند تري بارز، ممكن لو هو ساينس ريزم كومبليت اكتر من 130 تركب سي ار تي، لو ساينس ريزم والهارت تريب اكتر من 70 تدي ايفا برادي. اوكي ممكن العيان ينفع حاجه واحده مثلا مش نافع ايفا برادين مش نافع سي ار تي ينفع ارني، او ينفع سي ار تي بس مش هيتولوريت الارني على حسب. لو اتحسن سكيه خلاص، لو ما اتحسنش هتبدا تفكر في حلول ثانيه زي ان انت تديله ديجوكسين او تديله هيدرالازين داينيتريت ايزوكبايت داينيتريت، او يرتب الفات او تفكر في هارت ترانسبلانتيشن. اثناء ما انت ماشي في سكه علاجك الدايريتكس ريليف السيمتومز اند ساينز اوف كونجشن، يعني كل عيان على حسب السيمتومز والساينز بتاعته وكميه الووتر صوت اند ووتر اللي موجوده في جسمه وكميه الكونجشن الموجوده في جسمه هتستخدم الدايريتكس بالدوز اللي كل واحد على حسب حاله. الحاجه الثانيه دايما تفكر في السادن كارديال ديث بريفنشن في الاي اس دي امبلانتيشن، لو هو اسيمتوماتيك يبقى اقل من 30 جاكش فاكر من 30 تقدر تركب، لو هو سيمتوماتيك ممكن اقل من 35 تركب اي سي دي. خلاص؟ تركب الدوز بتاعت الايس ساعات في عيانين كتير مش بعرف مصابات. تعمل ايه؟ ما هو ده السؤال اللي محير الناس كلها. انت بتدي حاجه اسمها الماكسيمم توبريتد دوز، يعني الدوز اللي العيان مش بتوقف عند ضغطه معين، اللي بتوقف العيان هو لو زودت الدوز اكتر من كده هيبدا يلوك. خلاص؟ التريك انت ممكن تعمل ان انت تحول وايت من عني يبقى دراي، تحاول تقلل الدوز بتاعت الدايركتس وتزود الايس. قصدي الشارت دي مهمه جدا، باول حاجه ايس وبيتا بلوكرز، لو ستيل سيمتوماتيك ريجكشن فاكشن 35 احط مينرالوكورتيكويد ريسبتور انتاجونست، ستيل سيمتوماتيك اختار حاجه من ثلاثه او ممكن اعمل الثلاثه مع بعض، افكر اشيل الايس او الارب واحط ارني،
ارتب سي ار تي او اديله ايفوبرادين. لو دان خلاص لسه افكر في الجوكسن في الهيدرولازين ايزوبراد داينيتريت اللي هو البايدين او الالفاد او هارت ترانسبلانت وماشين بال دايريتكس والديفايس ثيرابي. طيب هما في الجايد لاينز مقسمينها كده علاجات اول بيشنتس وسيمبتوماتيك اطفال ياخدوها، وفي علاجات مقسمينها ان هو ايه مش كل الناس ياخدوها، اللي لازم اغلب كل الناس تاخده اللي هو الايس والبيتا بلوكرز بلس اور ماينس الميرالوكورتيكويد ريسبتور انتاجونست. الايس انهيبيترز از ريكومندد كلاس 1 ليفل اوف ايفيدنس اي من اقدم الادويه في الهارت فيلر الايس انهيبيتر من اواخر الثمانينات. الايس انهيبيتر از ريكومندد ان اديشن تو بيتا بلوكرز فور سيمبتوماتيك بيشنت ويز هاف ريف تو ريديوس ذا ريسك اوف هارت فيلر هوسبيتاليزيشن. بس يبقى هي ليها فايدتين، بتقلل المورتاليتي وبتقلل السيمبتومز خلاص. والترايلز بتاعتها مهمه طبعا للدكتوره شويه. الكلام بقى كلكم انتوا عارفينه من البراكتس، ببدا اي سي انهيبيترز ببدا بلو دوز واب تايتريت جرادولي، تشيك فور كرياتين وبتسم ليفرز 1 اور 2 ويك افتر انكريزنج دوز، و ات از اكسبتد ان ممكن الكرياتين ليفل يعلى شويه اب تو 25% من البيز لاين، ده مقبول مع اي سي انهيبيترز. لو لقيته عالي اكتر من كده فكر تقلل الدايوريتكس، لان ممكن بتدخل عارف في البرينال فيلر لما تحط دايوريت ايس وعن عنده اوفر دايوريتكس. اوكي من البيزل يعني مقبول الواحد بياخد ايس اوارز ان يعلى 25% مش بروفايدد بتايم معين ولا ده بيقعد 1 اور 2 ويكس. مينيمايز كوينسيدنت اسبرين يعني على قد ما تقدر، لو مش محتاج اسبرين ما تحطش اسبرين وهو وانت بتحط الايس. ساعات احنا ما بنبقاش عارفين عنده اسكيميك ولا لا فبنروح حاطين اسبرين وخلاص. الحقيقه هو لو ضيعت مش هيستفيد منه حاجه، بس هتزود الانسنس اوف اكيوت كيدني انجري مع الاس ان ايبس خلاص. فهو لو انت لو عايز اسكيميا خلاص انت متاكد حط له اسكيميا، اللي عنده ديابيتس مش لازم تحط اسكيميا خلاص. ايه الكونتر اندكيشن لايف ثريتنج ادفرس افكتس اللي هي زي الانجيوديما، الهايبوتنشن سيمبتوماتيك هايبوتنشن اوكي، الكرياتين اكتر من 3، بايلات رينا ارتستونز وبتسم اكتر من 5.5. ودي الاستادي الشهيره اللي احنا جبنا سيرتها في الاول، السولف ترايل اتعملت على انالا بريل فيرسس بلاسيبو في عيان عندهم اف ريف هارت فيلر ويز ريجكشن فراكشن، ولقوا ان الانالا بريل بيقلل المورتاليتي سيجنيفيكنتلي بيس 16%. تاني حاجه البيتا بلوكرز نفس الكلام، كلاس 1 ليفل اوف ايفيدنس اي ومن اقدم الادويه في الهارت فيلر. بيتا بلوكرز از ريكومندد ان اديشن تو ايس انهيبيتورز فور تريتمنت اوف بيشنت ويز ستيبل خط تحت كلمه ستيبل سيمبتوماتيك هاف ريف تو ريديوس ريسك اوف هارت فيلر هوسبيتاليزيشن. ده يبقى بيتعالج الهارت فيلر بتقلل المورتاليتي وبتحسن السيمبتومز. طيب ليه دايما بنديها لعيان ستيبل ما ينفعش تديها لعيان عنده فلويد اوفر بيلد هتزود الكونجيشن خلاص، تديها لعيان عين يكون دراي. ده السؤال حضرتك كنت بتساله، هو ايه البيتا بلوكرز اللي بنستخدمها؟ الكارفيدينول والميتوبرولول والبيسوبرولول. اذر بيتا بلوكرز مش ريكومند في هارت فيلر اوكي. برضه نفس الكلام، ستارت ات لو دوز واب تايتريت سلولي ومديها لعيان وهو دراي ديلي ستارت يجيب سيجنفكت فوليوم اوفر لود وهايبوفوليميا. وفي ريلاتيف كونتر اندكيشن زي برونكيال ازمه رياكتيف ايروي ديزيز البرادي كارديا الناس الدايابيتيك اللي بيخشوا فيكم هايبوجلايسيميا ما بيدوهمش بيتا بلوكرز، الناس اللي عندهم مش اي بريفاسكولار ديزيز، ناس عندهم ريست ليمب سكيمي، بس ليمب سكيمي هم اللي ما ينفعش برضه بيتا بلوكرز. ودي الماريت اتش اف برضه من اقدم الاستاديز اتعملت على الميتوبرولول وكان في سيجنفكت ديكريس في المورتاليتي فيرسس بلاسيبو للناس اللي اخذوا ميتوبرولول. المينرال كورتيكويد ريسبتور انتاجونست، احنا قلنا لو انا استخدمت ايس وبيتا بلوكر ايس انهبيتور بيتا بلوكر والعيان لسه مش ريسبوندنج او ستيل سيمبتوماتيك هحط ام ار اي او مينرال كورتيكويد ريسبتور انتاجونست.
It is recommended for patient with HFrEF who remains symptomatic despite treatment with ACE inhibitors and beta blockers. برضه نفس الكلام ليها symptomatic benefit وليها mortality benefit. الانسولين انتاجونس اتعمل عليها ثلاثة ستاديز مشهورين. السبيرولاكتون اتعمل عليه الريلز, اتعملت على الناس اللي عندهم ادفانسد هارت فيلير عندهم نيا كلاس 3 ونيا كلاس 4. ايجكشن فراكشن ليس ذان 35, السبيرولاكتون سيجنفيكنتلي قلل المورتاليتي. اول ستادي اتعملت على الابريلدون هي الافسس بوست ام اي, اخدوا عيانين بوست ام اي ايجكشن فراكشن اقل من 40 وكان حاجه من الاثنين يا اما عندهم سيمبتومز هارت فيلير او عيان دايابيتس وادوهم ابنيرولون وكان في سيجنيفيكنت ديكريس في المورتاليتي. الانفاسيس اتش اف اتعملت برضه على ابنيرولون بس ما خدوش العيانين اللي هم عندهم ادفانس هارت فيلر, اخدوا عيانين عندهم هارت فيلر بلس 2 يعني مايلي سيمبتوماتيك ولقوا برضه الابنيرولون في سيجنيفيكنت ريدكشن في المورتاليتي از كومبيرد للبلاسيبو. البوتاسيوم مونيتورنج والكيدني فانكشن مونيتورنج مهم جدا مع الانسولين انتاجونست. لازم تعمل وزن من 3 ايام لاسبوع بوتاسيوم ليفل, بعدها بشهر وبعدها بثلاث شهور. وهم الاستادي بتاعه الرينج والافسس كانوا بيعملوا كده يعني كل عين عملوا كده. وبرده السيجنيفيكنت هايبر كاليميا يعني فوق 5.5 اثبات ان انت ايه توقف الام ار. طيب يبقى اول مجموعه من الادويه اخذناها اللي هي تريتمنت to all patients. خلاص لما تاخد ادويه ايس انهبيترز بيتا بلوكرز وال ام ار اي المنال كويد ريسبتور انتاجونست. الادويه دي بقى كل حاله على حسب محتاجاها ولا لا. اول حاجه الاي ار بيز. الاي ار بيز بنستخدمها امتى؟ لو عيان مش توليريتنج الايس انهبيترز. خلاص اي ار بي از ريكومندد تو ريديوس ريسك اوف هارت فيلر هوسبيتاليزيشن اند ديث ان سيمبتوماتيك بيشنس unable to tolerate الايس. والحقيقه الداتا اللي على الاربس ريجاردنج مورتاليتي في هارت فيلير اضعف شويه من داتا الايس. فيعني لو العيان توليريتنج الايس ومفيش كف الايس از بيتر. نيجي بقى للموضوع المهم الانترست اللي هو الارنب. في حد فيكم استخدمه قبل كده؟ ايه؟ في كلام عليه في الريف فات بس مش قوي زي الريف فات. طيب ايه الارني ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن ساكوبيتريل فالزرتان ان وان مويتي. ات از ريكومندد احنا قلناها في الفلو شارت. هنقول الريكومنديشن الاول وبعدين نشرح الميكانيزم كله. الساكوبيتريل فالزرتان از ريكومندد از ريبليسمنت وكذا خط تحت ريبليسمنت دي اوف ايس انهبيتر to further reduce risk of heart failure hospitalization and death. خلاص يبقى برضه على نفس القصه اللي هو زي الايز بيقلل المورتاليتي وبيقلل السيمبتومز. الفكره ان احنا لما جينا عملنا ستاديز على الايز انهبيترز كنا بنقارنه بالبلاسيبو. ايه اللي خلى الارني يعمل فرقيعه جامده؟ ان هم قارنوه بالايز مش بالبلاسيبو. فهو قلل المورتاليتي عن الايز وقلل السيمبتومز عن الايز. خلاص اجيب الرسمه دي وبعدين
نرجع تاني كده. عندنا نيكروتيك بابتايد برو بي ام بي بيتقسم في الجسم بي ام بي وانتيريور برو بي ام بي. البي ام بي ده فايدته ايه؟ بيعمل فاز دايتيشن فقلل البلاد بريشر، بيقلل السمبثاتيك تون فبيكسر الدايره بتاعت النيورو هرمون الاكتيفيشن، بيقلل الاستيرون ليفلز بالتالي يقلل الفايبروزس والريمودلنج او الهايبرتروفي، بيعمل نيتروسو دايرز. ده الفيسيولوجي بتاع البي ام بي. طيب الاكتيفيشن بتاع الانجيوتنسين 2 بيعمل ايه؟ بيعمل عكس الكلام ده بالظبط، بيعمل فازو كونستريكشن بالتالي يعلي البلاد بريشر، بيعمل نيورو هرمون الاكتيفيشن بيزود السمبثاتيك تون ويزود الاستيرون ليفلز، ازود الفايبروزس والمايكارد هايبرتروفي، بيعمل سولت اند ووتر دامج. ايه فكره الارضي؟ ان السكبت فيلد جه عمل انهبيشن للنيكلايس. النيكلايس ده المفروض ان هو بيكسر البي ام بي، لما انا بعمل له انهبيشن فالبي ام بي ليفل بيعلى. خلاص يبقى انا باخد كل الفوائد، باخد الفاز دايركتيشن واقلل السمبثاتيك تون واقلل الفايبروزس. وفي نفس الوقت هو في فازر ثاني، الفازر الثاني عمل بلوكج للاي تي 1 ريسبتور، وبالتالي فقدت كل ديس ادفانتج بتاعت الاكتيفيشن اوف انجيوتنسين سيستم. بس ملوش دعوه بالدي ام بي. مش ينفع داخل على الانجيو دي، لازم بميكانيزم اوف اكشن ات انهبيت نيكروليسين، فبالتالي هزود ليفل اوف نيتروتيك بيبتايدز وبراديكاينز اند اذر بيبتايدز عن طريق سايكليك جي ام بي، هعمل دايروسيس ونيتروسيس وانتي ريموديلنج اند انهبيشن اوف رينال انجيوتنسين سيستم اللي هو النيورو هرمون اكتيفيشن. الحاجه الثانيه بيعمل اي تي 1 ريسبتور بلوكيت، بيحصل انهبيشن اوف فازو كونستريكشن، انهبيت سولت اند ووتر ريتنشن، انهبيت ايه ريموديلنج او المايكارديال هايبرتروفي. كده سايد افكتس زي الايس والهايبوتنشن والانجيو ايديما. ولو العيال مش على الايس يو هاف تو ستوب ايس 36 ساعه. خلاص بعد كده تبدا الارض. ولازم العيان يكون توليريتنج الايس قبل ما تدي الارض. خلاص لحد النهارده الجايد لاينز مصره على الحته دي، لسه ما اتغيرتش. هو في استاذ بتعمل العيان يبدا من الاول، وهم حتى الامارات كل شويه يتكلموا لا طب نبدا من الاول ونشوف. لحد النهارده الجايد لاينز لازم العيان يمشي على الايس يبقى توليريتنج. خلاص واقول لكم ليه هما بيقولوا كده. ايه الكونتر اندكيشن البريجنسي او هيستوري اوف انجيو ديما مع الايس والاربس. طيب ليه هما بيصروا او احنا الجايد لاينز بتصر واحنا بنصر ان احنا لازم نبدا والعين يكون توليريتنج ايس الاول؟ لان هي البارادايم اتش اف ستايل لما اتعملت عملوها كده، ادوا العيان في الاول ان انا تريد مرتين خمسه او 10 لمده اسبوعين، العين توليريتنج كمل في الاستادي، مش توليريتنج مشي. خلاص وبعدين ادوا له السكابتريل بارازيتام الجرعه ال 100 اسبوعين، توليريتنج كمل في الاستادي مش توليريتنج راوح. بعدين روح على ال 100 روح برضه انت اسمه 100 هو ما دخلش في الاستادي. انا بتكلم هم عملوا حاجه اسمها ران ان بيريد. مين الناس اللي هتخش الاستادي؟ اول حاجه اخذ ايس انهبيترز اسبوعين وتودريتنج، بعدين اخد الارني اسبوعين وتودريتنج دوز 100، بعد كده اسبوعين على 200. لو انت تودريتنج لحد هنا خش الاستادي. عشان كده لما تيجي تقرا الاستادي هتلاقي الناس اللي تعرضوا لسايد افكتس من الارني قليلين قوي. ليه؟ لان الناس اللي تعرضوا لسايد افكتس من اول ما دخلوش الاستادي، فالناس دول سيلكتد قوي. بعدين عملنا الدبل بلايند بيريد، قارنا الانالكترول 10 بي اي دي والانترستو 200 بي اي دي. خلاص واضحه الحته دي؟ ليه؟ اهو دلوقتي الانالكترول الاول، بعد كده انترستو 100، بعد كده انترستو 200. لو وصلت لهنا هتخش الاستادي. لو ما وصلتيش النقطه دي انت ما دخلتيش. عشان كده لما تقعد تقرا تاني كم واحد جاله انجيو ديما تقريبا قليل جدا. طب ليه؟ لان اصلا جاله انجيو ديما الاول مش. عشان كده الريزلتس دي اتعملت في الناس، عشان كده الجايد لاينز دي اتعملت دول توليريت الناس. يعني الاستادي معمول على الدوز بتاعت الدواء ولا معمول على الدواء؟ يعني واحد توليريت الجرعه اقل مثلا 50. الاستادي الريزلتس بتاعتها دي على 200 دي اي دي. خلاص؟ احنا ما بنشككش في ان ال 50 او ال 100 مفيد لما يكون عينها حسب ضغط. بس الاستادي اتعملت على الكاتيجوري دي. فاهم؟
هي دي يعني سنه صياعه منهم، يعني هم جاب العيانين اللي ماشيين على الماكسيموم دوز، يعني هو جاب العيانين اللي الكواليتي بتاعتهم استحملوا نالبرام 10 ملي جرام بي اي دي، وجرب فيهم الانترستوميجي 200 ولقوهم كويسين دخل. فاهمني؟ يعني هم العيانين معمول لهم سلكشن بطريقه يعني. الانترستو ايه كانت الانكلوجن كرايتيريا بتاعت الاستادي؟ الانجكشن فاكشن ليس ذان 35، عندهم الفيتد نيتريك بيبتايد ليفلز، والكرياتين كلينس بتاعهم اكتر من 30 ملي بير مينت. اهو في الاخر هو ايبل تو توليريت تريتمنت وزي 10 بي اي. الريزلتس لقينا ان الدث from any cause significantly reduced مع الانترستو مقارنه بالوحش بالايزاكريب النيجاتيف، اوكي اللي هو كان احسن حاجه. تاني حاجه death from cardiovascular cause و hospitalization برضه significantly decreased مع الانترستو. طيب في حد عايز يسال حاجه عن الانترستو؟ الموضوع ده مهم. حاجه بس انا عايز اقولها، قال الدوز بتاع الدايبيتكس اول ما تبدا الضرب. هو سؤال، هو انا بعمل ستادي بعد قبل ما اشيل الكوليسترول بعمل على الدقيق، ان العيان المفروض يبقى كوليسترول من الدقيق قبل ما ياكل، وبعد كده الدوز ده نفسه بيقرا مش الليس انا دي ما ينفعش اخلي العيان الاول ياخد ار وبعدين ممكن لا هو انت ممكن العيان ياخد ار وبعد كده لو مش توجريتنج ياخد الارض ياخد الانفست ده في البراكتس، لكن هي الفرادايم مش شايفه عامله كده. هو قارنها بحاجه ويل استابليش، هدي قوتها، هو قارن بالانالا فريب اللي هو كان ادى مورتاليتي بينفيت وسيمتوماتيك بينفيت ودواء قديم واستابليش وخلاص، هو قارن بال على فاهم ايه دي قوتها. نيجي الايفابرادين، قلنا لو العيان اخد ايس وبيتا بلوكرز من الاول بروتوكول ريسبتور انتاجونست وستيل سيمتوماتيك، لو هو ساينس ريسك والهارت ريت بتاعه اعلى من 70 نحط ايفابرادين، اوكي الدوز الموجوده 5.75 خلاص، يبقى ايفابرادين شود بي كونسيدرد تو ريديوز ريسك اوف هارت فيلر هوسبيتاليزيشن اند كارديوفاسكولار ديث ان سيمتوماتيك بيشنتس ويز ايجيكت فراكشن ليس ذان 35. الشروط بقى لازم يبقى ساينس ريسك، ما ينفعش دي في عين اف، ولازم الهارت ريت بتاعه يبقى اكتر من ثابت عشان تبقى تتاكد ان هو هيستفيد. Despite treatment with evidence based dose of beta blockers ويكون بياخد ايش من الكروكود ريسبتور انتاجونست. الحاجه الثانيه ان انا ممكن ادي الايفابرادين بدل البيتا بلوكرز لو عيان مش توليريتنج، زي مثلا الاسلام بيقول عيان ضغط واطي، طيب انا ممكن ادي له فرصه ان انا ازود دوز بتاعت الايس فاشيل البيتا بلوكرز واحط ايفابرادين. ممكن اوريزون البيتا بلوكرز دي مرتبطه بنفت قويه. دكتور هو ايفابرادين في اي حاجه بتقول الجرعه اللي هي الخمسه من الروس اسمه اثنين ده نص روس خمسه؟ هو الاستاذ ما اتعملتش على 2 ونص بس يو كان يوز على حسب الهارت ريت. هو الاستاذيز يعني هي بتديك، هي بتعمل مثلا زي مثلا قلنا في الانترست اتعملت على 200 وبتديك مسج معينه وانت بتقدر تتحرك من جواها. فاهمني؟ هو الدوز اللي هي ما تستخدمهاش اتعمل عليها استوديو قبل كده ال 10 10 زودت المختلف فعين السكيب فدي دي ما تستخدمهاش، لكن يعني ما حدش قال 2 ونص فيها مشكله. هنا الشيفت ستادي اللي اتعملت على الايفابرادين كان فيه 26% ريدكشن ان هوسبيتاليزيشن مقارنه بالبلاسيبو. ولما جم هنا كاردي الناس اللي عندهم هارت فيجر، الناس اللي عندهم الهارت ريت اعلى من 77 واخد ايفابرادين البنفيت كان اعلى بكتير، الناس الهارت ريت بتاعهم كان اقل من 77. اوكي الحاجه الثانيه الهيدرولازين ايزوربات داينيتريت، تعرف ان الهيدرولازين ده ارتيريال دايليتر وال نايتريتس بازو فينو دايليتر، فممكن نستخدمه لو الناس مش توليريتنج الايس بس واحد فيه الفانكشن بتاعته عاليه مش هينفع ياخد ايس نيبتوز. ده اكتر استخدام لينا هنا
في مصر يعني. هم لقوا بس ان البوبوليشن دي مش عندنا، ان هم الناس البلاك بيشنتس اللي بيستفيدوا اكتر من الباي دي اللي هو الهيدرولازين ايزوبرادينايتريت. في حل من اتنين، يا اما الريجكشن فراكشن بتاعه يكون اقل من 35 او اقل من 45 والال في دايليتد وسيمبتوماتيك كلاس 3 او 4. يعني يا اما لو هو بلاك يا اما الريجكشن فراكشن ب 35 يا اما اقل من 45 بس معها اتنين تاني دايليتيشن في ال في ونيها كلاس 3 او 4. الدايوريتكس يعني مفيش كلام فيها صعب. الدايوريتكس انتوا عارفين ما لهاش اي مورتاليتي بنفيت، احنا بنستخدمها علشان السيمتومز وانت بتظبط الدوز. هو الهيدرولازين موجود 25 ملي جرام وانت بتستخدمه برضه زي الايس انهيبيتورز، بتكتب بسمول دوز وتقطع تريت جدول. ممكن تديه مثلا زي ما بتدي كابتوبريكا 3 مرات في اليوم، الكورس بتاعه بيتقسم 3 مرات في اليوم وعلى حسب الضغط بتدي. لا مش ماكسيمم، زي كابتوبريكا بالظبط، الكورس بتاعه 25. ممكن مثلا تدي نص كورس مثلا 3 مرات تتابع الضغط وهكذا. الدايوريتك اكتر نوع بنستخدمه هو اللوب دايوريتكس زي الفروسيمايد او التوراسيمايد. الثيازايد اشهرهم في الهارت فيلير اللي هو الميتولازون، بيستخدموا عارفين ايه ميستو ميتولازون؟ هو حاجتين، ان هو الثريشولد بتاعه ما بيتاثرش قوي بالاليفيشن اوف ذا كيدني فانكشنز، يعني لو عندك كيدني فانكشنز بتعلى لما تيجي تدي له لوب دايوريتكس محتاج دوز اعلى ممكن ما تبقاش افكتيف. الثيازايدز مش كده. الحاجه الثانيه اللي هو بيشتغل على ديسل كونفليكت تيبيولز، العين بيمشي على لوب دايوريتكس لفتره طويله، ولوب دايوريتكس بيمنع امتصاص الصوديوم في اللوب اوف هنلي خلاص، فكميه الصوديوم بتزيد في ديسل كونفليكت تيبيولز، فمع الوقت بيحصل هايبرتروفي في ديسل كونفليكت تيبيولز بيحصل ري ابتيك تاني. الثيازايد بتمنع الكلام ده خلاص، بتعمل حاجه اسمها سينرجيستك افكت. عشان كده دايما لما بتاع عامش على لازكس وريزيستنت بتدي له قرص ميتالازون يعني يوم بيقول لك يعني حاجه رهيبه يعني غرق الدنيا. مينرال كورتيكويد ريسبتور انتاجونست احنا اتكلمنا عليهم اللي هم بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. الفازوبريسن انتاجونست التولفابتان والكونيفابتان دول بيشتغلوا على الكولكتنج جات. دول في الفازوبريسن ريسبتورز دول بتبقى في الكولكتنج جات بيعملوا دي ابزوربشن للووتر بس خلاص، فالكونيفابتان والتولفابتان بيشتغلوا على بيعملوا بلوكج للريسبتور ده. طيب ايه فايدتهم؟ هما بيعملوا دايوريسيس بس ما بيأثرش على الصوديوم، الووتر بس بتنزل، حتى هما بيسموهم ساعات اكواريتكس. ايه فايدتهم؟ بيبقوا مفيدين ساعات في الناس اللي عندهم ديليشن هايبوناتريا كده، مش يعني هيقلل الووتر مش هيكارب مش هينزل صوديوم، وبالتالي تقدر تصلح بيهم الديليشن هايبوناتريا. ما فيش يعني هنا العيان عنده كونجستيف هارت فيلير استخدم لوب دايوريتكس، بتعمل نيجاتيف صوديوم والووتر بالانس، بتقلل الفيلينج بريشرز، بتلاقي تحسن البلمونري فينوس كونجشن وتقلل ال في دايلاتيشن، ان الان دايستوليك فوليوم هيقل عشان الووتر صوت الووتر تنشن قل. لما تقلل ال في دايلاتيشن بتحسن المايكارديال فانكشن وبتقلل الفانكشن مايتر ريجيرجن وتقلل الوول ستريس. طيب عارفين قصه ان ليه لما يجي لك عندك كومبنسيتد ليه احسن انت تديله اي في دايوريتكس احسن ما تديله جرعه، حتى لو تدي جرعه عاليه؟ عشان جي اي دي كونجر. يعني هنا انا مثلا بقول ان هنا دلوقتي عنده هارت فيلير لازم يوصل الباي افيلابيلتي بتاع الدايوريتك للليفل ده عشان ابدا اعمل دايوريسيس. لو هو اخد اورال اول حاجه الاليفيشن ده بيتاخر وفي نفس الوقت مش هيوصل له عشان الجاستريك كونجشن، لكن لو اديته اي في فروم ذا ستارت هوصل للدوز عادي. اوكي ده كلام الناس اللي عندهم ريزيستنت ديما والليفيشن في الكيدني فانكشن الترا فلتريشن كلاس 2 بي مي بي كونسيدرد for patient with refractory congestion who failed to respond to diuretic strategies, renal replacement therapy
اللي هو زي الهيموداياليسيس مثلا او الترانسبلانتيشن should be considered in patients with refractory volume overload with acute kidney injury. الديجوكسين يعني ادم ادويه في الهارت فيلير المثبت ان ليه اي موتاليتي بنفيت لكن ليه سيمتوماتيك بنفيت وبيقلل الهوسبيتاليزيشن وهو الريكومنديشن بتاعته 2 بي بس ده لو انتوا فاكرين الفلو شارت تحت خالص يعني هستخدم الاي سي بيتا بلوكرز وبعدين هستخدم الام ار اي وبعد كده افكر سي ار تي او ارني او او ايفابرادين وبعدين ممكن افكر في الديجوكسين. دي برضو معلومه تبقوا عارفينها كده الان 3 كوفا اللي هي زي الاوميجا 3 برضو قللت السيمبتومز اوف فيلر لكن كلام الحقيقه ضعيف كلاس 2 بي مش مهم يعني. ودي الديتش ترايل بتاعت الديجوكسين ترايل قديم قوي قارنوا الديجوكسين بالبلاسيبو لقوا ان ما فيش اي تشينج في المورتاليتي لكن التشينج كان في الهوسبيتاليزيشن. في حاجات ادويه كونترا انديكيتد للعيانين اللي هم عندهم هارت فيلر. اول حاجه مجموعه ادويه السكر اللي هم سيزولين دايونز اللي هم البايوجلوتازون والروزيجلوتازون. ليه بيعملوا ايه؟ بيزودوا السولت اند ووتر ريتينشن بيعملوا ووتر هارت فيلر. النونسترويدال كوكس 2 انهبيتورز قدامهم في الاول الكالسيوم شانل بلوكر زي الدلتيازيم والفارابامين ما بيتعبوش في الهارت فيلر ويز ريديوز ايجكشن فراكشن. والاديشن اوف اربس وايس ما ينفعش تحط عيان ياخد ارب وايس انهبيتور مع بعض بتزود الريسك اوف هايبر كاليميا وهتزود الريسك اوف رينال فيلر. خلاص احنا كده اتكلمنا على فارماكولوجيكال تريتمنت. دايما في الكيس في الامتحان هتلاقي العيان عنده حاجه عنده انيميا عنده برونكيال ازمه عنده اي حاجه. طيب تريتنج انيميا في العموم يعني improves السرفايف للعيان اللي عنده هارت فيلر. لم يثبت ان في حاجه ليها بنفيت واضح غير الايرون ثيرابي يعني الاريثروبيوتين او الضرب بيوتين اللي بيدوه ما اثبتش ان هو يحسن المورتاليتي او يحسن هارت فيلر. اوكي الايرون ثيرابي هنتكلم عليه بس هو في تو ستاديز تعرفوهم يعني العلم في التريت دي اتعملت العيانين عندهم كرونيك كيدني ديزيز وتايب 2 دايبيتس على اساس ان هم دول مش عيان هارت فيلر عندهم انيميا وعندهم ريسك اوف هارت فيلر عندهم كيدني ديزيز وعندهم تايب 2 دايبيتس لو الاريثروبايتين بيزود الانسنس اوف ستروك. خلاص الريد اتش اف دي اتعملت على عيانين عندهم هارت فيلر وعندهم انيميا اخدوا دايب 2 دايبيتين نوع من انواع الاريثروبايتين ولقوا انه مفيش اي تحسن في المورتاليتي. خلاص طب ايه اللي مهم اللي الجاي بايز اتكلمت عليه الاي في ايون الاي في ايون. خلاص الناس عندهم انيميا بتفكر ان وعنده هارت فيلر تفكر ان انت تديله ايرون امتى؟ لو الفيريتين بتاعه اقل من 100. فكره السؤال ده انا سالته في الشام في الدكتوراه امتى تدي ايرون انا عنده هارت فيلر؟ فيريتين اقل من 100 او الفيريتين من 100 يمكن 99 او 300 او الترانسفيرنس ساتوريشن اقل من 20. خلاص بتدي حاجه اسمها فرد الكربوكسي مالتوز الدوز بتاعته برضه اتسالت فيها 1000 ملي جرام كل 3 اسابيع 1000 ملي جرام كل 3 اسابيع. طيب الايتم المهم برضه في التريبت اوف هارت فيلير هو الديفايس ثيرابي هو بيسميه نون سيرجيكال نون سيرجيكال ديفايس ثيرابي. احنا اتكلمنا في الاول احنا قلنا اي عيان جيك انفكشن اقل من 30 محتاج تبقى اي سي دي كبرايمري بريفنشن. خلاص ولو هو سيمتوماتيك هارت فيلير الريجكشن فراكشن بتاعه اقل من 35 يركب اي سي دي برضه كبرايمري بريفنشن وده اللي هو موجود في الخانه الثانيه دي. اي سي دي از ريكومندد تو ريديوس ريسك اوف سادن ديس اند اول كوز مورتاليتي ان بيشنت ويز سيمتوماتيك هارت فيلير يعني نيا كلاس 2 او 3 اقل من 35 ايجكشن فراكشن اقل من 35 ديسبايت 3 مانس تريتمنت اوف اوبتيمال ميديكال ثيرابي. طيب واتفقنا ان العين الاسكيميك اللي جاله مايوكارديال انفاركشن استنى عليه 40 يوم والضريس ممكن نركب على طول عادي. خلاص طيب السكندري بريفنشن اي عيان عنده هارت فيلير جاله
ventricular arrhythmia. So an ICD is recommended to reduce risk of sudden death and all-cause mortality in patients who have recovered from ventricular arrhythmia causing hemodynamic instability. أي عيان عنده heart failure جاله symptomatic ventricular tachycardia لازم يركب ICD class 1 level of evidence A ك secondary prevention. دايما ال ICD نحطوها قاعدة عامة, انت بتركبه لعيان life expectancy بتاعته أكتر من سنة. اوكي يعني لو عيان عنده مثلا end stage cancer ما تركبوش ICD. في evidence of ischemia, myocardial infarction, even index event. ممكن يقف. هو ده primary prevention, then secondary prevention. Second prevention بتركب على طول على الستاند. بمعنى السكند prevention برضه فيه نقطة في قصة الventricular arrhythmia. لو العيان دلوقتي جاله مثلا myocardial infarction وجاله ventricular tachycardia وانت عملت له برايمري وعملها كويس, لا ما تركبلوش اي سي دي. ليه؟ لان الفنتركل ارزمه اللي حصلت دي نتيجه للانفاركشن اللي حصل دلوقتي خلاص. ولكن لو حصل له فنتركل ارزمه بعد 48 ساعه من الانفاركشن يو شود امبلانت اي سي دي. طب ليه؟ لان بعد 48 ساعه من الانفاركشن وانت عملت ريفاسكولاريزيشن عملت له برايمري وخلاص بقى ريفاسكولاريز, الارزمه اللي حصلت دي مش اسكيميا ريليت, بنسميها سكار ريليت, بتلاقي عندها احتياج اي سي دي على طول. فانت لو مثلا عيان النهارده دخل انفاركشن عملت له برايم كله زي الفل, حاجز في المستشفى 48 ساعه, جاله فنتريكو تايكارديا ركب اي سي دي على طول. مين العيان انت بتستنى عليه 40 يوم؟ هو العيان البرايمري بريفنشن, عيان جاله انتيريور النهارده عملت له برايمري وزي الفل والنهارده اجكشن فراكشن بتاعه 35 ما جالوش فنتريكو اريزمي, ده بيروح بعد 40 يوم. ما هقول لك ايه المخرج ده, بس انا بقول لك ده برايمري بريفنشن, ده مش عيان جاله فنتريكو اريزمي خلاص. بيروح بعد كده انت بعد 40 يوم بتعمل ري اسسمنت للاجكشن فراكشن بتاعه تاني, لو فعلا قل من 35 بتركب اي سي. طيب اي سي دي از نوت, برضه النقطه دي يعني ما بناخدش بالنا منها, اي سي دي ثيرابي از نوت ريكومندد ان بيشنت نيا كلاس 4 with severe symptoms refractory to pharmacological therapy. يعني اي عيان نيا كلاس 4 يعني مش امبيوتري خلاص ما تركبش اي سي دي قبل ما تحصل على ميديكال تريتمنت, الا لو انت واخد بلان ان انت هتركب سي ار تي فانت متوقع ان السيمبتوم بتاعته هيتحسن. طب ليه بيقولوا كده؟ ان عيان دول المورتاليتي بتاعتهم عاليه قوي او لايف اكسبكتنس بتاعهم قليل قوي خلاص, ممكن يموتوا في الاخر من بامب فيلر مش من اريزما. فالعيان دول يتحسن على ميديكال ثيرابي بكتونيا كلاس 3 او 2 او 1 وبعدين تركب اي سي دي, الا لو انت هتركب كده كده الفاد او هتركب سي ار تي او هيعمل كارديك ترانسبلانتيشن ممكن تركب اي سي دي خلاص. النقطه اللي انت بتقولها هنجاوب عليها دلوقتي, في حاجه اسمها ويربل اي سي دي مش عندنا في مصر يعني بس للعلم. دلوقتي عيان انا عندي تمبرري انديكيشن انه يركب اي سي دي, يعني مثلا زي ما انت بتقول عيان جاله انفراكشن النهارده ريجكشن فراكشن باور بقى 30 ما جالوش فنتركل اريزما بس انا خايف لا يروح يجي له فيتاك ويارست, طيب اعمل له ايه؟ اركب له ويربل اي سي دي زي اللي انت شايفه كده, هو بيبقى لابسه وهو الجهاز بيبقى فيه باتنز وفي خزان كده بيبقى فيه جل, هو زي ما هو بيرقص. لو عيان جاله فنتركل اريزما هو الجهاز اوتوماتيك بيروح حاجن جل وبيدي اكسترنال شوك خلاص؟ بره ده اكسترنال شوك زي الدي سي العادي بتاعه لا ده للناس اللي عندهم temporary indication يركب اي سي دي, زي مثلا زي ما الدكتور بيقول اول 40 يوم بعد الانفاركشن والشيك انفكشن قل, هو بيقول انا خايف عندي رابح يجي لي في البيت بس ماشي. لو انت ممكن العيان ده يركب ويربل اي سي دي, او واحده مثلا عندها بريبارتم كارديوماجي انت متوقع ان هي ممكن تتحسن بعد كده, طب الفتره اللي هي لسه الاجيكشن فراكشن بتاعها امبير ركب لها ويربل اي سي دي, او حد جاله مثلا مايوكاردايتس نفس الكلام مش هتركب النهارده اي سي دي وبعد شهرين الاجيكشن فراكشن بتاعها يتحسن ويرجع نورمال هو راكب اي سي دي اهو. هو اخر نقطه في الجدول, ويربل اي سي دي may be considered for patient with heart failure
who are at risk of sudden cardiac death for a limited period. خلاص؟ or as a bridge for implant device. يعني مثلا ممكن عيان الجهاز مش عنده infection دلوقتي مش هينفع تركب اي سي دي. ركبه له بالاي سي دي واستنى عليه لما الانفكشن يريزولف يبقى ركب اي سي دي. طيب ودي برضو استدي قديمه قوي اسمها سكاد هيفت. دي اتعملت على العيانين سكيميك مايوباثي و فان سكيميك مايوباثي اللي هم بنسميهم دايت مايوباثي. كارنو البلاسيبو فيرسس اميدارون فيرسس اي سي دي كبرايمري بريفنشن اوف سادن كارديك ديث. الاي سي دي كان فيه مورتاليتي ريلاتيف ريسك ريدكشن 23%. خلاص والاميدارون ما قللش الاوسكول مورتاليتي. خلاص دي الدانش ترايل دي اللي كان دكتور ياسر جاب سيرتها وهو بيتكلم. الدانش ترايل دي اتعملت في 2016. السكاد هيفت احنا قلنا جابوا اسكيميك ونون اسكيميك بيشنتس. الدانش جابوا لعيين ان هم نون اسكيميك وركبوا لهم اي سي دي وقارنوا الكنترول بالاي سي دي هل في اي مورتاليتي بينفيت؟ للاسف ما لقوش في اي مورتاليتي بينفيت. خلاص؟ الاستادي خلصت وطلعت بعد الجايد لاينز ما طلعت بقى 2016 فالجايد لاينز ما اتغيرتش قوي. ان الجايد لاينز برضه بنقول ان العيان النون اسكيميك ليه مورتاليتي بينفيت من الاي سي دي. الله اعلم النكست جايد لاينز هيتكلموا ايه على الاي سي دي كبرايمري بريفنشن في النون اسكيميك كارديومايوبثي ما نعرفش لسه. بس الدانش قالت ان العيانين اللي هم نون اسكيميك كارديومايوبثي ما استفادوش كبرايمري بريفنشن من الاي سي دي. هما بيتلككوا شويه بيقولوا ان في السب اناليسيز لقينا الناس اللي سنهم اقل من 68 سنه استفادوا. اللي هو 68 سنه ما استفادوش. فالجايد لاينز هتقول ايه بعد كده مش الديزاين بتاعها كده. هو عامه السكاد هيفت دي عشان كانت قديمه قوي وكان الاميدرون هو ساعتها الستاندرد تريتمنت فاهم فعشان كده كانوا بيفضلوا دي. خلاص احنا قربنا خلاص. الاستاد زي ما بقولها انا مش كاتب على فكره كل الاستاد ده ارت فيجر فيه يعني بحر من الاستاديز. بقول لك اللي هو الاستاديز اللي غيرت الجهاز ده. اوكي؟ طيب الرسمه دي لطيفه يعني عشان السي ار تي. احنا لو انتم فاكرين زمان كنا بنقول العيان الكومبلكس بتاعه اكتر من 120 بيركب سي ار تي. خلاص؟ الكلام ده اتغير في 2016 نتيجه لاستاديز اسمها الايكو سي ار تي هنقولها. بس عشان يعني نسهل الموضوع خلينا نبص على الرسم. اي عيان الكومبلكس بتاعه 150 فاكتر لو هو عنده ليفت باندل مورفولوجي اتس كلاس 1 انه يركب سي ار تي. كلاس 2 ايه لو هو نون ليفت باندل. طب 130 ل 150 كلاس 1 ليفل ايفيدنس بي لو هو ليفت باندل. كلاس 2 بي لو هو نون ليفت باندل. يعني ليفت باندل كلاس 1 سواء 130 ل 150 او 150 نون ليفت باندل. لو اكتر من 150 يبقى 2 ايه؟ لو 130 ل 150 2 بي واقل من 130 كونتر اند جيت. دي يعني الرسمه دي وفرت الجدول كله. لو ليفت باندر 150 بلس 1 نون ليفت باندر 150 2 ايه؟ 130 ل 150 لفت باندل كلاس 1 لو 130 ل 150 لفت باندل كلاس 2 بي. خلاص لو دلوقتي في عيان عنده مثلا هارت بلوك والاجكشن فراكشن بتاعه مثلا 35% والكومبلكس بتاعه نارو مش وايد تركب ايه؟ اوكي ليه مش يعني ليه مش بيس ميكر عادي ليه مش اي بي جي مش دي 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 ليه بتركب سي ار تي؟ عيان عنده هارت بلوك وهارت فيلر ويز ريديوس اجكشن فراكشن لو هو
الكومبلكس بتاعه مش وايد، يعني الكومبلكس بتاعه اقل من 130، تركب له سي ار تي ولا تركب له دي دي دي؟ كويس، هي مش هو ده، مش هو ده المظبوط قوي. هو الفكره ان الار في بيسنج بيعمل حاجه اسمها دي سينكرون، بيعمل حاجه اسمها ار في بيسنج انديوسد كارديوميوبثي. لو انت سبت العيان ده على ار في بيسنج على طول هيحصل له بعد كده كارديوميوبثي، فانت بتعمل ايه؟ بتبدله بالباي في بيسنج، بتركب له سي ار تي على طول. هو سي ار تي رازر ذان ار في بيسنج از ريكومندد للبيشنت ذي فريت و هاف انديكيشن فور فينتريكولار بيسنج اند هاي ديجري بلوك ان اوردر تو انديوس فور بيسنج. طيب لو العيان برضه سي ار تي ممكن تركبه في عيان عنده اتر فيبريليشن ريجكشن فراكشن اقل من 35 اللي هي كلاس 3 اور 4 والكومبلكس بتاعه اكتر من 130. خلاص افتكروا رقم 130، اقل من 130 ما بنركبش، اكتر من 130 ممكن نركب. طيب لو عيان مركب بيس ميكر وحصل له بيس ميكر انديوسد كارديوميوبثي، فاهم؟ مع الار في بيسنج المتواصل لمده سنين بدا يحصل له هارت فيلير ويز ريدوكشن فراكشن علشان هو ابجريد سي ار تي. لو عايز سيمتوماتيك، لو عايز سيمتوماتيك فولو اب، اوكي ياخد ميديكال تريتمنت فولو اب. بيشنت ويز هاف ريف ثاني واحد و هاف ريسيفد كونفنشنال بيس ميكر اور ان اي سي دي اند سبستانشال ديفلوب ورسينج هارت فيلير ديسبايت اوبتيمال ميديكال تريتمنت و هاف هاي بروبورشن اوف ار في بيسنج مي بي كونسيدرد فور ابجريد تو سي ار تي اند ذيس دايلوت ابلاي فور بيشنت ويز ستيبل هارت فيلير. هو ستيبل عام سيبه. طيب امتى اقول الار في بيسنج ده كتير؟ يعني هو بيقول هنا ايه؟ عنده هاي بروبورشن اوف ار في بيسنج اللي هو قد ايه؟ 40% من اليوم. لو اكتر من 40% يبقى ده هاي بروبورشن اوف ار في بيسنج، يبقى عنده معرض يجيله بيس ميكر انديوسد كارديوميوبثي. اوكي؟ دي الايكو سي ار تي ستادي، دي اللي هي غيرت الجايد لاينز من 120 ل 130. هم جابوا عيانين عندهم مارت فيلير والكومبلكس بتاعهم اقل من 130 خلاص، وركبوا لهم كلهم سي ار تي وجابوا مجموعه سابوهم كنترول راحوا قفلوا السي ار تي، قفلوا الثيرابي ومجموعه شغلوا السي ار تي، يعني كله مركب سي ار تي بس الناس سي ار تي عشان ما بقاش في بايس، ناس السي ار تي بتاعهم شغال ناس مش شغال بس كلهم اقل من 130. لقوا ان مفيش اي فرق في الهوسبيتاليزيشن ولا في المورتاليتي، على عكس ان بعض الناس اللي مركبين اي سي دي المورتاليتي بتاعتهم زادت، المركبين سي ار تي المورتاليتي بتاعتهم زادت شويه. في يعني كلمتين سراء، انتوا عارفين ان في بعض الاجهزه بتاعت الاي سي دي بيبقى فيها حاجه اسمها ان تايم ابروتش. يعني ايه ان تايم ابروتش؟ الجهاز بيقدر يحس حاجه اسمها ثراسيك امبيدنس اللي هي المقاومه في الشيست. طيب ايه الثراسيك امبيدنس دي؟ اي عيان لما بيحصل له بالموناري فينس كونجشن الثراسيك امبيدنس بتاعته بتعلى خلاص. ففي بعض الاجهزه الاي سي دي بتقدر تحس القصه دي، فلو العيان بدا يخش في كونجشن في البيت الاي سي ده هو مركبه بيبدا يحس القصه دي، وبالاي سي دي بيدي الارم. معرفش انتوا عارفين القصه دي ولا لا. الاي سي دي بيدي صوت كده زي صوت البطاريه زنه كده ينبه العيان هو بدا الثراسيك امبيدنس بتاعته تعلى، فهو محتاج ياخد دايريتكس مثلا انترافينس. فبدل ما يعني يتحجز في المستشفى اسبوع لا ممكن يروح يوم واحد ياخد اي في دايريتكس ويروح. مالتي بارامتر مونيتورنج بيز اون اي سي دي. في دول في منهم موجود في مصر، يعني في كذا عيان انا شفته مركب حاجه زي كده. مي بي كونسيدر ان سيمتوماتيك بيشنت ويز هارت فيلير ويز ريدوس ريجكشن فراكشن ريجكشن فراكشن اقل من 35 ان اوردر تو امبروف كلينيكال اوتكمز. في حاجات تانية برضو في المونيتورنج، في حاجة اسمها الكارديو ميمز. الكارديو ميمز دي بندخلها عن طريق القسطرة بتخش في البالمونري ارتري وبتقيس البالمونري ارتري بريشر. لما العيان الكونديشن بتاعه بيزيد البالمونري ارتري بريشر بتاعه بيعلى، والكارديو ميمز دي بتسجل البالمونري ارتري بريشر. والعيان كده كده بيفول اب البالمونري ارتري بريشر ازاي؟ بحاجة جهاز زي المبرمج بتاع البيس ميكر، بتحطه على صدره بيقرا الكارديو ميمز دي الكيرف بتاع البالمونري ارتري بريشر بتاعه ماشي عامل ازاي، وبالتالي العيان ده يقدر يخش المستشفى برضه يوم او حاجه ياخد دايتكس بدل ما يقعد اسبوع في المستشفى. وفي من الكارديو ميمز دي انواع اللي هي ممكن تشتغل تليمتري، يعني تبعت المعلومات للعيان في البيت تبعتها على المستشفى. طبعا مش عندنا. اخر حاجه الكاردياك كونتراكتيليتي موديليترز.
في حد يعرف حاجة عنها؟ حد سمع عنها قبل كده؟ دلوقتي لو عيان عنده نارو كومبلكس، يعني الكومبلكس بتاعه نارو وهو مش ريسبوندنج للميديكال تريتمنت، ايه الحل بتاعه؟ يعني انت الوايت كومبلكس تركب له سي ار تي، الناس عندهم نارو كومبلكس ممكن تركب لهم اللي هو سي سي ام اللي هو الكارديك كونفيرتي موديل، وهنشرحه بقى. او عيان راكب سي ار تي ونون ريسبوندر. طيب الكارديو ويمز سوري السي سي ام ده بيعمل ايه؟ بص هو العيان ده يعني الصوره بتاعته هو مرتب اي سي دي، فما لكمش دعوه بالجهاز ده. هو ليه دعوه بالجهاز؟ هو بيبقى عباره عن 3 ليدز، ليد في الرايت ايجنت واثنين ليدز على السبتم. ما اعرفش باين لنا عندكم ولا لا. دوري التي سي ام ده بيعمل ايه؟ بيدي حاجه اسمها نون اكسيتاتوري ستيمولس، يسموها حتى اختصار NSS، NES، نون اكسيتاتوري ستيمولس. بيدي اثنين ستيمولاي في الابسوليوت ريفراكتوري بيريد بتاعت القلب، وبالتالي ما بيعملش بيسنج، هو هيدي ستيمولاي لكن القلب مش هينقبض في الوقت ده. ليه؟ لان الاستيمولاي جايه في الابسوليوت ريفراكتوري بيريد. طب ايه فائدتها؟ بتزود كميه الكالسيوم اللي بتطلع من السركوبلازميك ريتيكولم اثناء الكونتراكشن، وبالتالي الكونتراكشن بيبقى اقوى. انتوا دكتور ياسر شرح لكم السيركا والفوسفولامبان والفوسفوريليشن والحاجات دي؟ الصبح. طيب هو في ريسبتور موجود في السيركوبلازميك ريتيكولم اسمه سيركا. السيركا ده فايدته ان هو بيعمل ري ابتيك للكالسيوم من السيتوبلازم للسيركوبلازميك ريتيكولم. طيب لو السيركوبلازميك ريتيكولم فيه كميه كالسيوم كتيره، يبقى وقت الكونتراكشن هيطلع كميه كالسيوم كبيره قوي في السيتوبلازم، وبالتالي الكونتراكشن هيبقى قوي جدا. فالسيركا دي كل ما تبقى نشيطه، كل ما كميه الكالسيوم هتزيد جوه السيتوبلازم بتكتر، كل ما كميه الكالسيوم بتكتر كل ما الكونتراكشن بقى. السي سي ام بيعملوا ايه؟ ايميديتلي بيزودوا الاكتيفيتي بتاعت السيركا. يعني لو الايميديت افكت بتاعه كجهاز لما بيركب بيزود الاكتيفيتي بتاعت السيركا، وبالتالي بيزود الفورس اوف كونتراكشن. الحاجه الثانيه على لونج تيرم بعد 3 شهور، لان هو بيزود الاكسبريشن بتاع السيركا، يعني كميتها بتزيد، بيعمل جين اكسبريشن بتاعها بيزيد، وبالتالي الفورس اوف كونتراكشن جيز. شكرا يا
قطعها ولا لا؟ انا مش عارف، هو كل مره نكتب لك امين الاكاديمي اصغر واحد ايه بس انا ما اعرفش ان دوست على بتاع مش ما اعرفش ده هو هيجيبها ثانيه انا دوست عليها ما اعرفش معناها ايه مسجل حد تاني اللي هو 3 ثواني كده اوكي طب وبعدين بعد ما خلصت بعد ما خلصت ما بينش رساله عشان كده استغربت اداني الصفحه اللي انا وريتها له انت عايز مسجل اتعلق والله مش تعلق خش هو انت معايا ولا ما فكرني يا احمد اي يوم بالليل هي عندي في البيت تمام تمام طب قول لي يوم ايه اكلمك كلمني تصدق لسه بتسجل وتقول